كشف مصدر في وزارة المالية عن تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر أيلول بالكامل من خلال توفر السيولة المالية، وأضاف أن تأخر صرف الرواتب يعود إلى مشاكل فنية وتقنية تحويل الأموال من البنك المركزي إلى حساب الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة في المصارف. وأشار المصدر إلى أن المصارف ستبدأ بإطلاق وصرف رواتب الموظفين نهاية الأسبوع الحالي من خلال إرسال إشعار من المالية إلى المصارف المعنية بإطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين.